جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نقرأ منها: فيسبوك تحصل على حق بث مليارات مباريات بدوري أبطال أوروبا. أعلنت شبكة فيسبوك شبكة فوكس سبورتس عن شراكة مع فيسبوك لبث مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر الإنترنت خلال الموسم المقبل. ونطالع مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية الآن. يمكنكم كسب المال على موقع تويتر. أعلنت شركة تويتر إطلاق نظام جديد يتيح للناس كسب المال من خلال خدمة البث المباشر التابعة لها بريسكوب، في محاولة منها للتنافس مع يوتيوب والخدمات الأخرى عبر الإنترنت. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية: مستخدمو فيسبوك يصلون إلى عتبة الملياري شخص. أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أن مستخدميه تجاوزوا عتبة الملياري شخص، إذ يتصلون بفيسبوك كل شهر. وتم تأسيس موقع فيسبوك في عام 2004 وبات اليوم أحد عمالقة الإنترنت. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها: مايكروسوفت تمنع سرقة أي جهاز لابتوب عبر براءة اختراع جديدة. جاء في تفاصيل الخبر: قدمت شركة مايكروسوفت براءة اختراع جديدة تهدف إلى إحباط محاولة سرقة أي جهاز لابتوب. وتصف الوثيقة التي قدمتها الشركة أنها ستستخدم ذات التقنية التي تمنع سرقة الهواتف الذكية مع أي جهاز كمبيوتر محمول تابع للشركات المختلفة، والتي تمكن المستخدمين من تعطيل الجهاز عن بعد ومسح ملفاته من أجل منع اللصوص من إعادة بيعها. ومشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ننهي هذه الجولة القصيرة، ونوت 7 ذو البطارية المنفجرة يعود للأسواق. ستسوق مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية نسخة محسنة من جالكسي نوت 7 بعد 8 أشهر على سحب هذا الجهاز من أسواق العالم أجمع إثر خطر انفجار بطاريته. وقد سحب أكثر من 2 مليون جهاز من جالكسي نوت 7 بسبب خطر انفجار البطارية قبل التوقف عن إنتاج هذا الهاتف، الذي كان من المفترض أن ينافس آيفون 7 من شركة أبل.